أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة والتي نناقش فيها موضوع الريادة في الأعمال وواقع ذلك في المجتمع اليمني. أرحب بضيفي الدائم في الاستوديو الخبير الاستراتيجي المستشار الدكتور داود عبد الملك الحدابي. دكتور داود، أنا سألتك قبل الفاصل عن التحديات، يعني لا شك أن الموضوع لديه جملة أو حزمة من التحديات. أنا سامحني لو استبقتك أن ضغط البيئة السلبية التي يعاني منها الكثير، أو أقول الإحباط، هناك نوع من الإحباط يتسرب الكثير من النفوس لأنه لا توجد لديه البيئة المشجعة التي تدعمه على إنجاز هذه المشروعات. نعم، إذا الشخص كما قلت في عوامل شخصية وعوامل بيئية أو مجتمعية. جميل. فالقضايا المتعلقة بالشخصية هي الثقة بالنفس والرغبة في العمل والإصرار والحماس. أما فيما يتعلق بالبيئية فإذا وجد الشخص من أسرته أو من مجتمعه دعما لا شك أنه سيعزز لديه هذه القناعة. نعم. لكن بشكل عام لو استطلعنا آراء من بدأوا ببعض مشاريع واستطلعنا آراءهم وقلنا لهم ما هي العوائق والتحديات التي واجهتكم، واحدة من الأشياء الروتين في إخراج التراخيص. نعم، هذه واحدة من المعوقات والتحديات. هذه التحديات العامة. نعم، الروتين في في المعاملات. نعم، أيضا من المعوقات إنه المؤسسات اللي درست فيها ما أهلته لهذا الموضوع. هذه جزء من المشكلات التي لم تساعده المؤسسة التعليمية على اكتساب المهارة اللازمة لإعداد أو القيام بمشروع. أيضا عدم اهتمام أصلا لدى المؤسسات التعليمية سواء الجامعات أو كليات المجتمع أنه تشجع الناس على هذا الموضوع. أيضا محدودية فرص التدريب لا سيما في المحافظات والأرياف. أنت الآن احتمال تجد فرصة أيضا حتى إن وجدت في العاصمة ولا في بعض المدن الرئيسية، لكن أغلب المناطق اليمنية محرومة. صحيح. وهذا ليس من العدل. و70% في الأرياف. ليس من العدل. وليس من باب إتاحة الفرص المتكافئة للناس. صحيح. فينبغي أن نوزع هذه الخدمات وهذا الدعم لكل أبناء اليمن. نعم. أيضا معوق كبير جدا جدا التمويل، لأنه أيضا البنوك تطلب ضمانات. صحيح. وأحيانا الشخص معدم لا يستطيع أن يقدم مثل هذه الضمانات. فإذا قضية التمويل ينبغي أن ينظر إليها بطريقة أو بأخرى. كيف هذه الطريقة دكتور؟ فعلا هي مشكلة مؤرقة. أظن أغلب مشاكل الشباب في قضية تقديم المشروعات هي التمويل. نعم. يقول اعطيني مالا أعطيك مشروعا. صحيح صحيح. أظن ينبغي أن يكون هناك دور أيضا لمنظمات المجتمع المدني أو تسهيل إجراءات الحصول يعني على المال. بالضبط، يعني تسهيل الضمانات، وفي بعض المؤسسات بدأت تحاول تأخذ ضمانات بسيطة وإن كانت وقعت في كبوات. نعم. لكن مع هذه من المخاطر التي يمكن أن تسهم في دعم كثير من الشباب إنه تخفف من الشروط الخاصة بالأشياء. الثاني يعني تقديم حوافز من الدولة، حوافز ضريبية وغيرها حتى تشجع مثل هؤلاء. نعم. سواء للإنتاج أو التصدير. أيضا تقديم الاستشارات المجانية لهؤلاء. نعم. الناس سواء في مجال التسويق أو المبيعات. نعم. أو التغليف أو أي عمل يطلب مشكلات تواجهه. والآن بدأت هذه البوادر في صندوق الاجتماعي التنمية تقديم بعض المستشارين، وإن كانت قالت ممكن تسهم 50% من قيمة الاستشارات. إذا نحن في حاجة إلى قضايا كثيرة جدا حتى ندعم ونسهل المناخ الذي سيسهم في إعداد هؤلاء الناس وتشجيعهم على البدء بمشاريع من خاصة الذي سيسهم في التنمية الاقتصادية بمجملها. نعم. في الجمهورية. الخوف من العرضة للابتزاز، يعني ما دام هناك ليس هناك أي طرف يحميني أيضا ستبقى عندنا مشكلة القضاء ومشكلة الأمن ومشكلة وما إلى ذلك. نعم. ما هذا للاستثمار بشكل عام في قضايا تتعلق بالاستثمار بشكل عام. نعم. لكن نحن الآن نتحدث عن موضوع الريادة في الأعمال. نعم. مشاريع بسيطة جدا وبتمويل بسيط جدا وبأفكار يعني إبداعية يمكن. صحيح. أن نقول أو متفردة. وهذه تطلب صراحة من الشخص نفسه إصرار. ولهذا يقال أن عوامل النجاح الشخصية
هي الأهم. مثلا تتطلب النزاهة، الروح القيادية، المرونة، القابلية للتطوير، القابلية للتطوير، التعلم، التواضع، حب صحيح. التعلم، الرؤية، العملية، القدرة على جذب القدرات البشرية، الموارد البشرية التي يمكن أن تساعده، الإصرار، قدرته على بناء الفريق، حرصه على الزبون، له رؤية طويلة المدى، عنده أخلاقيات للمهنة، عنده روح المخاطرة، استقلالية في القرار، عاطفي، متفائل، طموح. كل هذه النقاط تحتاج إلى تعزيز وتدريب. صحيح، جزء يعني كبير جدا تحتاج إلى نوع من التوعية أو التنشيط والتنشيط هي موجودة، هي لازم تكون موجودة، لكن هذه البذرة ينبغي أن تنمى. صحيح. وهذا يتطلب كما قلت يعني مشاريع سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو بشكل مشترك، أن يقوموا بتدريب الشباب على إنشاء مشاريع مستقلة لهم ودعمهم ماليا حتى يقفوا على أرجلهم ويتمكنوا من الاستمرار في هذه المشاريع. طيب مقترح الشراكة بين هذه الأفكار الإبداعية وبين القطاع الخاص، أن يقدم بعض رجال الأعمال الدعم المالي، التمويل المالي مقابل شراكة، وهؤلاء يكون بجهدهم وأفكارهم وكذا، يعني أشبه بالمضاربة في الأعمال. صحيح، هذه إحدى الطرق التي يمكن أن تشجع. وهناك في مؤسسات لرجال الأعمال، مؤسسات خيرية أسسوها لغرض دعم أصحاب المشاريع الصغيرة هذه أو الأصغر حتى يتمكنوا من 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 القيام بهذه القضايا. أنا أظن إنه البداية موجودة والثقافة بدأت تنتشر، ولكن نحتاج إلى تدريب كبير وتوعية كبير، وكمان أيضا نحتاج إلى نقلها إلى الأرياف وإلى تسهيلات وتسهيلات مختلفة، تسهيلات تشريعية، ضريبية، تمويلية، تدريبية، استشارية، كل هذا في حاجة لها حتى نعزز هذه المسيرة ونسهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة للبلد. وسنضمن أيضا عدم هجرة العقول، يعني ستبقى في البلد طالما أن المجال مفتوح. إذا أصحاب الأفكار الإبداعية ما تمكنوا من الحصول على بيئة مشجعة، لا شك أنهم سيغادروا البلد. صحيح. طيب دكتور، لو تحدثنا عن عوامل النجاح التي تساهم فعلا بشكل كبير جدا في هذا، وأظن أننا قد أشرنا إلى بعضها. أنا قلت في صنفين من العوامل. نعم. عوامل شخصية وعوامل بيئية مجتمعية. فالعوامل الشخصية تتطلب منه القدرة على المبادرة واقتناص الفرصة والحرص على الاستمرار وركوب المخاطر. نعم. هذه قضايا متعلقة به شخصيا. قضايا مجتمعية وبيئية تتعلق بتوفير التدريب والاستشارة والتمويل. نعم. والتسهيلات الضريبية وغيرها. نعم. والترويج لهذه الثقافة. والترويج لهذه الثقافة. في نعم. المجتمع، دور قطاعات المجتمع في دعم هذا الجانب، دعم الريادة في الأعمال بشكل عام، دور قطاعات المجتمع من القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني. نعم. أنا أظن إنه نريد أن ننصح منظمات المجتمع المدني بالتوجه نحو التنمية. الأعمال الخيرية مهمة. يعني بدلاً أن تعطيه سمكة، علمه كيف يصطاد. نعم، الأعمال الخيرية، ولكن الأكثر أهمية أن نعزز قدرات الأفراد حتى يتمكنوا من إيجاد دخولات مالية واقتصادية لأنفسهم. وهذه ينبغي أن تشاع وتنتشر هذه المنظمات الطوعية غير الحكومية في تأسيس هذه المشاريع في كل ربوع اليمن. نعم. لا سيما وأؤكد في الأرياف. النقطة الثانية والتي تهمنا جميعا، أنه على الحكومة أن تؤسس بنوك. نعم. كثيرة للفقراء. طيب قبل تأسيس البنوك دكتور، أنت أشرت إلى قضية منظمات المجتمع المدني. فعلا أغلب منظمات المجتمع المدني إن لم يكن جميعها في اليمن كلها تقوم على قضية جمع التبرعات والمساعدات دون أن تهتم بتأسيس مشاريع خدمية أو تعلم تدرب الأيتام والفقراء والمحتاجين على هذه المشروعات. بدأت مشاريع متواضعة مثل الخياطة والتطريز والخط وبعض الأشياء البسيطة جدا، وما تزال لدينا البيئة خصبة جدا في كثير من المشروعات، لكن المنظمات المجتمع المدني عازفة عزوفا شبه كلي عن هذه المجالات. عازفة لأنه أظن هذه الثقافة ينبغي أن نعززها.
هو يشعر بأنه إذا قدم يعني رغيف خبز يكون أجره أكثر من إذا علم. لا أقول لا العكس، إذا العكس، إذا علمت فهذا العمل سيكون صدقة جارية إلى يوم القيامة. ينبغي أن نعزز العمل التنموي. وللأسف الشديد أريد أن أنبه أنه كثير من المشاريع الداعمة للمشاريع الصغيرة والأصغر مثل المايكرو فاينانس الموجودة الآن في اليمن يمولوا شراء تجهيزات للبيوت وليس لإيجاد مشاريع تنموية. حوالي 80% من التمويل يتم شراء ثلاجة ولا غسالة ولا تلفزيون، وهذا كلام جميل، لكن ينبغي التركيز على المشاريع التنموية التي تدر دخل للأسرة بحيث نحسن صحيح وضع الأسرة الاقتصادي. نعم. إذن الاهتمام بالمشاريع الريادية أو الريادة في الأعمال معناه تحسين الوضع الاقتصادي على مستوى الأسرة، معناه تطوير التنمية الاقتصادية في البلد، معناه توفير فرص للعمالة. وأظن أن من سلبيات العمل الخيري يا دكتور هذا بهذه الطريقة أنه يعود الناس أو الأيتام أو الفقراء يعودهم أن يكونوا عالة على الآخرين وأن يتكلوا على ما سيأتيهم من الآخرين وعلى التسول في النهاية أن يبقى يمد يده الآخرين. لا يروح المسؤولية ولا الاستقلال والمبادرة الاتكالية والاعتماد على الآخرين وإلى آخره. نعم. نحن ينبغي أن نخلق هذه الثقافة ونعززها، وينبغي أن تكون الرائدة في ذلك أولاً الحكومة ثم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع. الحكومة أشرت إلى الجانب المصرفي قبل قليل أنا كنت قلت ينبغي أيضاً تأسيس بنوك كثيرة تدعم مثل هذا العمل. لا زال البنوك محدودة، فكلما أتحنا فرص التمويل على مستوى القرية صحيح. وعلى مستوى المركز والمديرية نكون أسهمنا في العملية الاقتصادية بشكل أفضل، وأسهمنا في أيضاً توزيع الثروة وتحسين المعيشة للناس. وهيئنا فرص العمل التمويل للكل. والتمويل صحيح. أيضاً سهلنا إجراءات التمويل للناس بالضبط. من هذا الجانب بالضبط. شكراً جزيلاً لك دكتور داود، والحقيقة الموضوع هذا في غاية الأهمية، أشكرك شكراً جزيلاً. أشكركم أنتم أيضاً مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في الحلقة القادمة. هذه تحيات فريق البرنامج، وهي لكم مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.